Buongiorno, buongiorno. Guardate qua, quanto bel verde che c'ho di fronte casa. Vedete? Dal rumore c'è un attrezzo che lo taglierà tutto. Lato qua già intagliato ديك الجيه اللي كتبان لكم خاويه راه كلها حصدوها giù in fondo di là lo stesso. حتى اللي هي اللون راه تيبان لكم كلشي محصود صراحه كان منظر رائع قدام الدار دابا شوفوه في النهايه ديال الفيديو ولكن دوماج مره في العام كيجيو هنايا كيحيدوا كاع هادشي باش ما يكونوش الحيوانات باش ما يكونوش الحناش وداكشي Mentre da questo lato sta liberando tutta la parte esterna che divide la strada con la parte della terra interna. تيبداو دايما بهذوك الجناب فين كنحطو حنا الباركين حدا الدار ديالنا هاد الحاشيه هادي راه فيها داك السلك وكيبداو من تما باش تيبداو يقطعوا حاشيه من الاول من تما وهما غاديين كيقطعوا تنتهي روبا. لان كاين بزاف وكتغول ولات مغوله هنايا Voilà. Là. L'escavatore sta togliendo tutti gli alberelli. Che tolgono tutte queste belle piante, questi alberelli, che è un qualcosa di bello per gli uccelli, direi. Se non hanno dove nidificare. Giacomo ma fa صعيب كي يبقاو فيه وما كيحيدو في الشجر هو كيتألم هنايا Devo andare a prendere un po' di pesce e smettono sotto le foglie. Peccato, peccato. Piaceva tanto questo pezzetto. Giacomo تيتألم مع قطع وجه هاد القنيتة هادي خواوها بقى فيه بزاف قالك شوفوا كي ولات غادي تولي كلشي اللي في الدنيا قراه Meno male che rimangono almeno queste sul mio balcone. Almeno un po' di verde. La natura crea e l'uomo distrugge. قالك الطبيعة تتعطي والبشر قالك زعما الناس حنا كنحيدو هادشي قالك الطبيعة كتعطي هادشي كتغرس زعما كينوض كلشي وحنا قالك تنحيدو قالك مزيان بعدا ملي بقى ليا هادشي الخضر ديالي فيه يموت على شي حاجة خضرا جاكم نشوفها قالك ملي بقى ليا الخضر ديالي في البالكون البلكونه ديالي allora نشوفه guarda belle piante meraviglia هنا تيوريكم في داكشي ديالو هو اللي في البالكون اللي غارس المزاح حب الملوك هنا راه غارس ديك جرجير القزبر والحبق باقيين صغيورين هنايا الكرافس المعدنوس كاع داكشي باقي صغيور مخاين نزا غادي الشجر تما راه النعناع الحامض كلشي دايرو جاكم هنايا في هذا البالكون شوفوا الحامض كي داير والنعناع وغيوري لكم راه كاين بزاف عندي هنايا غندلي حط عليا ديك تيميجا فيها الزريعة قالك خليها تما باش طيح الزريعة وتنوض تيميجا ما عرفت منين جابها ولكن قلت لي راه ما غاديش نشرب بيها ما عرفت لي يكون الكلاب ولا شي حاجة
ديزين عليها وراه هو حطات المبل تنوض ليه على الزريعة الضحك. meraviglia. وهنا الشوكيات ديالو تا هما هنايا. È veramente una bella soddisfazione avere un po' di verde. Guardate qui, l'aloe vera, che meraviglia. E qui di fianco è cresciuto anche un altro tipo di pianta grassa. هاد لالوي فيرا وهادوك الشوكيات ديال جاكومو غيوري لكم واحد الخوخه حتى هي هنا الفوق سلا البريلا دي بيسكا اكي انفيش ابيامو بريلا دي اوليفي دي واحد الشجرة ديال الزيتون عندي جوجات هاي تبارك الله راه دايرة الزيتون هاد العام Mandarini cinesi, meravigliosi e buonissimi. هذاك المندرين الصغير ديال الشينوا تا هو زوين عنده بزاف ديال الحواميد جاكم من هذاك سيدنا الكرافس بسم الله هو تزمه لكم شحال زوين الفليه ديال العربيه السعوديه ليو ديال السعوديه Altra pianta di alloro. Warqat ghar. Questo invece è fatto crescere da una noce. Vedete? Di واحد القرقعه هو اللي غرسها. Invece quest'altra dall'altro seme di nespole. Guardate qua, che bella. هذه مزاحه حتى هي اللي غرسها عام البذور ديالها. Questa è la pianta del chinotto, guardate qua che meraviglia. E del limone har. Sono buonissimi e amarissimi. E invece qui abbiamo quest'altro tipo di limoni. E da citron sgewer. Guardate qui che meraviglia invece la mia rucola. Guardate qua che bella. Che soddisfazione raccoglierla e mangiarla. Veramente bellissima. È di gergir, Arturo, رائع المذاق ديالها خطير زوينه بزاف. هذه اللي حداها دابا الشيبه ماشي وقتها دابا. وعندو بزاف ديال الشجر ديال الحواميد حداها هذيك مع طرشاو الليمونه اخرى. Qui è l'altra piantina di mandarini cinesi, tutta fiorita, e ci sono i primi frutti verdi. هادي واحد مطيشه طويله ولكن باقا ما دارتش راه ولات قداشنيه ولكن ما فيهاش الفروي. Ecco abbiamo una bella pianta di pomodorini. E qui abbiamo invece un'enorme pianta di geranio odoroso, ma è bellissima, è enorme. Guardate come fine giù. هذه المعطرشه شوفوا تبارك الله قداش ولات وصلات على الجيره لتحت. Guardate che rami. شوفوا الاغصان ديالها تبارك الله قاعد تفر ولاو بحال شي شجره. شوفوا شوفوا ولكن راه قديم عندي من زمان intrecciati naturalmente e scendono fino giù. Qui invece abbiamo le frambas. Vedete? وده الفرامبواز صاحبتي الدار معاه راه ما دحيد فيه الشوك. Guardate qua. Bella pianta grassa. شوفوا هاد الشوكيات ديال جاكومو تبارك الله اللي حط فيها يدو كتنوط. انتم شوفوا Quest'altra, avete visto da me, è cresciuta dentro al termos, si era rotto all'interno il vetro e ha fatto crescere questa meravigliosa pianta dei soldi. E qui abbiamo un'altra bellissima pianta. Qui c'è un'altra. E qui invece sto facendo essiccare la lavanda.
e poi la metterà dentro alle sue bustine e li metterà dentro gli armadi. Guardate, altra pianta. Qui all'entrata della cucina abbiamo questo meraviglioso alberello di limoni. Guardate che meraviglia. هذه في الاخر ديال البالكون، هذه الحامضه هذه مقابله معايا مع الكوزينه، كنكون شقا ولا كندور البالكون كنشوفها، المنظر رائع زوين بزاف. Adesso sta naturalmente incominciando a fare i primi fiori per un nuovo raccolto. هنا عنده النافع غارسو بزاف. Invece abbiamo la bella pianta di finocchetto profumatissimo. Qui c'è sempre i lamponi che stanno per nascere, fiorire, un po' di tutto. Del Flio, ecco i nuovi limoni, avete visto? Che meraviglia! Bellissimo proprio, una bella soddisfazione. مرة كون فليو، وهاد الليمونات الصغيور اللي عاد كيبداو ينبتو تيفرح هو ملي كيشوف داك السوديسفاسيون ديالو. E qui abbiamo dell'ottimo basilico per fare il pesto, per metterlo sulla pasta asciutta. E che dire? هذا الحبق Bello, bello, buono, fresco. Lì naturalmente gli operai sono andati a fare il pieno di benzina per il macchinario, sennò non va. Spero che vi sia piaciuto questo bellissimo video. Al prossimo. Ciao ciao.